5 أهداف كاملة وثلاثة منها للاعب المتعلق تاج بن سولة القلب الهجوم القوي لأمضى 3 أهداف كاملة بالمغرب. المنتخب الوطني الجزائري فاز في مباراة العودة بثلاثة مقابل صفر. رائعة من سرداح هجوم عاكس بقيادة دولمي صحيح جاء فارس ورقم 2 فارس يتمكنش منها ترجع الوسط وصعوبة سرداح صعوبة تجري السنة المقبلة بموسكو على جمري مع بن حوله يحاول يراوغ ينجح في المراوغه داخل المنطقه بن حوله داخل المنطقه وهدف فعلا هدف من تسجيل بن حوله هدف في الدقيقه 15 في الشوط الاول هدف مقابل صفر لصالح الفريق الجزائري الهدف سجل عن طريق بن حوله لكن هذه هي الكره تبقى الكرة لصالح بن حوله بن حوله عطاد الآن عطاد بلومي مراوغة أولى عطاد من جديد مراوغة ثانية عطاد لعب جميل جدا عطاد بلومي إلى بن حوله وهدف ثاني فعلا هدف ثاني رائع ممتاز بعد دقيقة مش عارف ما شفتش اللاعب اللي سجل نقدم قال لي مش عارف ما شفت ينطلق داخل المنطقة في الوسط يقذف عالية لقطة خطيرة جدا قام بها بن حولة جناح المنتخب الجزائري مع اللاعبين احتياطيين في هذه اللحظات يعني في الهجمات يستفيد من الأخطاء اللي ارتكبوها اللاعبين المغاربة يعني إلى رضوان طويلة حق عليها الآن يرسلها عالية اتجاه بن حولة وهدف فعلا هدف ثالث دائما بن حولة 3 أهداف بن حولة اليوم بعد 24 دقيقة بن حولة دائما 3 أهداف في مقابلة دولية هكذا ونقدر نقول في اليوم في تجربته الأولى كقلب هجوم ويجريه بلومي محيوز ما يتمكنش من العب في الاخير محيوز معه فرقاني الى رضوان من جديد مراش فود يتصل لرضوان ينطلق رضوان داخل منطقه رضوان ويسجل فعلا هدف رابع رضوان هدف رابع بعد 28 دقيقه في الشوط الثاني 4 اهداف مقابل هدف واحد لصالح المنتخب الجزائري في هذه المقابلة التصفوية تصفيات ألعاب موسكو الأولمبية 4 أهداف مقابل هدف واحد قبل الذهاب هنا في الملعب الشرفي بالدار البيضاء هناك عناصر شابة ما شفت في هذه المقابلة وانطلق من بن حولة ينطلق بن حولة وهدف لا ثالث الخامس الهدف الخامس
سيسير عشاد فعلا دقيقة 42 خمس أهداف مقابل هدف واحد من تسجيل بنت حولة ثلاث أهداف رضوان هدف واحد وعصاد هدف واحد بن يوسف وادية من الملعب الشرفي بالدار البيضاء خمس أهداف كاملة وثلاثة منها للاعب المتعلق تاج بن ساولة القلب الهجوم القوي لأمضى ثلاث أهداف كاملة بالمغرب خاصة وأن هذا الانتصار كان بالمغرب راهي النتيجة كبيرة عنده طعم خاص أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات بين الفريقين 5-1 سكور فينال 5-1 سكور فينال كونتر دي اون ايكيب تاع المروك اللي كان في الكارديان حجاز كان فراس كانوا هذاك مصطفى لي كرون جوار تاعهم تاع المروك وكانت المباراه بطبيعه الحال انتم راك تضري متذكرينها في المغرب نهازم هنا في الدار البيضاء بخمسه كدار لواحد يعني كانت ضربه قاسيه بالنسبه لنا فهذيك المرحله كان المنتخب الوطني المغربي يعني فريق شاب كان الحل الوحيد بطبيعه الحال باش يتاهلوا امام الفريق الجزائري هو نجيبوا لي زونسيان فراس العزاز العربي حرضان ليمان مصطفى رغم المنتخب الوطني الجزائري فاز في مباراه العوده بثلاثه مقابل صفر الهدف ما يبدلش من جوجات يظهر عليه انه في الدقيقه 38 من الشوط الاول هدف مقابل صفر وفرحه الجمهور بطبيعه الحال